عوده لعشرة الصبح في الاهلي. اهلا بكم مره تانية في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. الحقيقه يعني عندنا كلام كتير هنتكلم فيه عن اللي فات وعن اللي جاي. الاهلي طبعا بكره عنده مباراه مهمه جدا مع البنك الاهلي في الدوري قبل خلاص بقى يعني كلها ساعات، وان شاء الله الفريق هيسافر عشان يشارك في كاس العالم للانديه. عايزين كمان نتكلم عن شكل المباراه هيكون عامل ازاي، وطبعا الحديث لن يخلو عن مباراة الزمالك لأن برضو مليانة تفاصيل تستحق التأمل وتناولها بالنقد والتحليل. ملفات كتيرة هنفتحها مع ضيوفنا اللي منورنا في أولى فقراتنا الحوارية، الأستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي، وكمان الأستاذ رامي رجب الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات عليكم، وأهلا بكم في 10 الصبح في الأهلي. أهلا كريم وأهلا نعود. منورنا والله بجد، قامات كبيرة ومتابعين حضراتكم أكيد دايما. ونبدا بقى ايه، انا دايما قبل ما نخش في الجديد نحب ان احنا نتكلم عن اخر حاجه. طبعا مباراه القمه والتالق اللي الاهلي كان فيه بصراحه، بغض النظر عن الشوط الاول كان شويه ما فيهوش اي احداث، وكان الناس شويه ابتدت كده يعني ما تتفائلش او تقول لك هو في ايه، لكن انت نزلت الشوط الثاني وعملت فارق كبير جدا. فاخد وجهه نظر حضراتكم كمان الفنيه في اللقاء ده، وبعدين نخش بقى على البنك الاهلي، بعد كده نخش على طبعا كاس العالم للانديه. نبدا مع حضرتك استاذ سامي. ان شاء الله. بس رايي مباراه الزمالك دي كلمه سر فتح مجرد على بابا واستعاد الدوري ان شاء الله باذن الله اللي جايب بقى له سنتين، وده حق الاهلي، حق يعني اصيل وتاريخ. صح. فاللي حصل في مباراه الزمالك، ونتذكر ان الاهلي فاز على الزمالك في كاس السوبر المصري. ف خلال 3 شهور الاهلي فاز على الزمالك مرتين، فده مؤشر جميل جدا بقياده كولر. صحيح. اللي عمل طفره في الفريق من وجهه نظر النقديه، طفره ايجابيه جدا. اكبر من الطفره اللي حصلت او اتحققت في اوائل الفتره اللي كان معانا فيها بيتسو موسيماني كمدير فني، لان برضو كان وقتها كان في انجازات كتير. نقدر نقارن بين الاثنين؟ طبعا بيتسو موسيماني لما جه في الاول كان عنده حماسه كبيره. ده وجهه نظري. الحماسه دي هدت مع الوقت كتير في الاخر، يعني مش قالوا ذكر رحيله للدوري السعودي كان في صالح الاهلي. صحيح جه سواريش فترة صعبة جدا، لكن الأهلي إدارة الأهلي صححت الموقف كله مع كولر، والصفقات الحلوة الجميلة الإيجابية، والتغيير فكر اللاعبين ده مهم جدا. أكيد. أما الأهلي يفوز على الزمالك مرتين في 3 شهور ده مؤشر عالي جدا لايجابيه حاله الاهلي، ومفتاح قبل مونديال الانديه. عشان انا شاركت في مونديال الانديه 5 مرات، منهم 3 مرات اليابان في مع مانو جوزيه، فكنت بشوف قد ايه حماسه اللعيبه ان هم ياخدوا تاشيره عالميه. طبعا مهمه جدا، مهمه جدا جدا. صحيح. فيعني اهلي بطل مصر، بطل افريقيا، لازم يبقى له مكانه اعلاميه ايجابيه جدا. صحيح. وعاليه. وعايز اقول لحضرتك استاذ سامي كمان، مش بس الاهلاويه بصراحه هم اللي بيشجعوا دلوقتي الاهلي طالما بيمثل مصر. انا اعرف ناس كتير كتير وفئات، وبشوف على السوشيال ميديا بصراحه في ناس كتير محترمه بتشجع الاهلي لانه بيمثل مصر، ودي الروح اللي احنا نفسنا اصلا تعم، يعني بغض النظر عن الانتماءات المختلفه. انت قلت حاجه مهمه جدا، في 3 مرات اللي رحت فيها لبنان مع الاهلي الجمهور الياباني كان منبهر بالاهلي. ده احنا وصلنا لليابان. منبهر فعلا. صحيح. وبيشجعوا جدا، وكان يعني في ظهره يعني الاهلي ليه كيان في كل حته دلوقتي. صحيح. انت طرحتيها، وما نشوف السوبر المصري اللي كان في الامارات، وقد ايه العائلات مش ممكن مش مهتمين بالكره قوي، بس حابين الاهلي.
حلو جدا حلو جدا. حابين الاهلي وحابين يروحوا يشوفوه متوج وفوز على الزمالك 2 وبعدين هنا 3. المؤشرات كلها ايجابيه جدا الحمد لله السوفر فعلا. استاذ رامي رايك برضو كده قبل ما نخش بقى في الجديد وفنيا بتشوف ازاي برضو الاهلي استطاع ان هو يفوز بهذه الجداره خلينا نقول يعني قلب الدنيا الشوط الثاني تماما توقعات كلها. في نفس الوقت لو حاولنا مقارنه ما بين سريعه ما بين فنيات كولر وفنيات فيريرا خلينا نقول النادي الاهلي اتعامل مع المباراه بشكل افضل من نادي الزمالك. يمكن الشوط الاولاني كان الفرقتين خايفين من بعض او متحفظين مع بعض. صحيح. النادي الاهلي نادي كبير ونادي الزمالك نادي كبير وطبعا حصل على بطوله الدوري اخر موسمين وبالتالي كانت الامور صعبه جدا جدا على سواء المدير الفني النادي الاهلي او المدير الفني نادي الزمالك. ولكن النتائج الطيبه اللي حققها النادي الاهلي في الفتره الاخيره مقارنه بنادي الزمالك يمكن من بدايه السنه دي ما حققش اي فوز تعادلات ما بين تعادلات وخسائر فبالتالي كانت الامور صعبه جدا على نادي الزمالك. اعتقد كولر اتعامل مع المباراه ذاك المباراه بشكل جدي عرف النقاط القوه والضعف داخل نادي الزمالك استطاع طبعا ايقاف 2 من اهم اللعيبه سواء زيزو او امام عاشور انا بعتبرهم من افضل اللعيبه اللي موجوده وهم مفتاح نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت دي. لعيبه النادي الاهلي نازله من بدايه حتى الشوط الاولاني حتى لو ما كانش فيه هجمات بالنسبه للنادي الاهلي خطر على مرمى نادي الزمالك ولكن عندهم حافز كبير جدا ان هم يوصلوا المسيره او الانجازات اللي حققها كولر. كولر قاد النادي الاهلي من شهر 9 السنه اللي فاتت لم يلقى النادي الاهلي خساره وحيده يمكن اتعادل في 4 أو 5 مباريات وباقي المباريات كلها حقق ما مكسب بقى ما بين دوري ابطال افريقيا ما بين كاس سوبر ما بين كاس مصر القديم ما بين كاس مصر النسخه الحاليه ما بين مباريات في الدوري. دي كلها مؤشرات بتاكد ان كولر وانا قلتها قبل كده كولر اول ما جه النادي الاهلي لا الراجل باين عليه كويس من اول مباريات له مؤشرات كده بتبان المدرب ده كبير ولا لا ولا لا. وده اللي كان حصل مع سواريش ناس كتير اختلفت على سواريش ان هو ما كانش له بصمات. كان النادي الاهلي بيمر بازمه فنيه كان في تراجع في المستوى في بعض المراكز ولكن سواريش ما كانش له البصمه اللي تديك امل ان هو ممكن يحقق حاجه مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. ولكن النادي الاهلي اتعامل مع المباراه بشكل جدي حتى تغييرات كولر كانت افضل بشكل كبير جدا من فيريرا. فيريرا يمكن عمل تغيير في بعض المراكز ده ادى ساعد النادي يعني كمان المسلوسي يعني انا من الناس اللي ما فهمتش ليه حمزه المسلوسي ويمكن بعد خروج المسلوسي يمكن الاهداف اللي احرزت في من في نادي الزمالك من بسبب خروج المسلوسي وبالتالي بالزبط. النادي الاهلي كان افضل في هذه المباراه. يمكن لو بصينا لمباراه الاهلي والزمالك الزمالك لم يسدد الا كره وحيده على مرمى محمد شناوي من خلال تصويبه من خلال المباراه. التصدي هي كانت قويه بصراحه قويه ولكن تعامل معاه الشناوي محمد الشناوي بشكل اكثر من رائع. طبعا الكلام كله يعني الناس كلها الحقيقه حاسه بالانتشاء بعد ماتش الزمالك بصفه خاصه لكن لو رجعنا بالزمن شويه كمان لقبلها الماتشات اللي قبلها زي مثلا ماتش بيراميدز يعني هل شايف يا استاذ سامي ان جودة الأداء كان فيها استدامة على مدار كام ماتش اللي فاتوا ولا هي بس عشان كانت متجلية قوي بشكل واضح قوي؟ لا في مؤشر مرتفع من يعني من بداية الموسم حصل ضربات خلال الموسم شوية بس الفرقة رجعت صحصحت جامد يعني صح احنا واحنا بنتكلم حتى في لقطات من ماتش الأهلي وبيراميدز هو عشان ماتش بيراميدز بالذات كان محطة مهمة جدا لأنه جه بعد سلسلة من عروض المهتزة شوية والتعادلات اللي مالهاش معنا. فأنا شايف بيراميدز ماتش بيراميدز إيجابي جدا وفتح السكة للماتش الأهلي والزمالك. أيوه فبالتالي أنا شايف إن ده في تصاعد و حماس اللعيبه نفسها ايجابيه جدا لو نراجع نفسينا شويه الموسم اللي فات نلاقي عندنا تكتيك كده نعلق على الكوره مش بنضغط مفيش ضغط صح الضغط ده نقطة مهمة جدا طبعا هو اللي بيشكل الخطورة وبالتالي بيتسبب في تهديف بالظبط طبعا وبيصنع لك بطولات يعني الأداء في ماتش بيراميدز كان مميز جدا وكان في رغبة عالية جدا للفوز
ودي وصلت لمحطة الزمالك. فأنا شايف أن خطوات رائعة حتى الآن نقدر نقول فعلا. طيب لو رحنا بقى أستاذ سامي وأستاذ رامي معاكم لكاس العالم للأندية، لأن ده لازم يبقى فيه كلام كتير جدا، بس إحنا لو هنقول إحنا داخلين بالثقة، إحنا داخلين بالثقة بعد بيراميدز، بعد إمبي، بعد الزمالك، فدي نقول ثقة، مش هقول فنيات دلوقتي، بقول ثقة عامة، يعني أنت عندك روح معنوية بمعنى أصح مرتفعة جدا، وده مطلوب بشكل كبير، وده مطلوب بين اللعيبة وبعض، وما بين اللعيبه والجماهير، وما بين الاداره الفنيه واللعيبه وغيره. فالثقه الحمد لله احنا معانا، واحنا خلاص في ماتش البنك الاهلي هنتكلم طبعا عنه، يمكن دي هتكون المحطه الاخيره قبل بقى لما نروح كاس العالم للانديه. لكن سو فار زي ما بتقال كان حتى هذه اللحظه، هل احنا على استعداد اكثر من جيد مقارنه بالموسم اللي قبل كده لما انا كنت رايح، والبطوله اللي قبل كده كنت رايح كاس العالم للانديه؟ انا عايز اقارن ده بوضعنا الحالي. بالتالي بالتاكيد خلينا نقول من ابرز مكاسب النادي الاهلي في مباراه الزمالك اللي انت تفوز على فريق قوي منافس، هو المنافس الاول بالنسبه لك في مصر، فبالتالي ده هتديك ثقه كبيره جدا جدا جدا. خلينا نقول برضو من ابرز مكاسب النادي الاهلي فزت بكام؟ بثلاثه، يعني عدد يعني كبير، وثلاثه وعندك 9 أو 11 لاعب مش موجود. صحيح، يعني خلينا نقول المكاسب كثيره متعدده في هذه المباراه. اولا كولر يعني واصل انجازاته مع النادي الاهلي، لم يخسر اي مباراه. خلينا نقول خالد عبد الفتاح ومروان عطيه يمكن اول مباراه قمه بالنسبه لهم، كان مهم جدا 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 ان هم ياخدوا الثقه، يعني خدوا الثقه في هذه المباراه بشكل كبير جدا. طبعا نقول المباراه القمه دي ممكن من خلالها يعني يتولد نجم كبير. صحيح. وممكن من خلالها ممكن لعيب يبطل كوره. صحيح. وكان يعني مهم جدا ان لعيبه الاهلي الخبرات، مهم جدا اللاعب الجديد في النادي الاهلي محتاج لعيبه الخبرات عشان يدوا له الثقه. على ذكر بقى المكاسب، ويعني واحده من اهم المكاسب اللي كلنا ساعدنا بيها جدا الحقيقه، فكره عوده وتالق كهربا الماتشين على التوالي. لسه كنت من ضمن بتاع الزمن ده لوحده، عايزين برضو نقف عنده شويه ونشوف يعني رؤيتك انت شخصيا استاذ سامي لفكره عوده كهربا ومشاركته الفاعله وتهديفه وتسجيله وتالقه. شفت كهربا في الملعب ازاي بعد طول غياب؟ كهربا راجع بعد اشتياق طويل قوي، انتظرت، جعان كوره طبعا، جعان كوره وجعان تهديف، فالتركيز عنده كان عالي جدا، وعشان يثبت نفسه ان هو في مكانه صحيح، والاهلي دافع عنه لازم يردوا له الجميل طبعا، ودي نقطه مهمه جدا. فانا شايف ان كهربا مكسب للاهلي في هذا التوقيت قبل المونديال، يعني مهم جدا، يعني الفرق المنافسه معاك في المونديال بتقرا انت عامل ايه. صحيح. قبل ما تقابلها اكيد. اوكلاند سيتي النيوزيلندي، يعني الاهلي الاول هيقولوا اخر الثلاث اربع ماتشات على الاقل اللي هما كان فيهم تالق زي مرتوض. كولر برضو هتلاقيه متابع اوكلاند سيتي، لازم يقرا الفرق جايه دي ايه عشان يعمل لها ألف حساب. ف كهربا شريف يعني أعراض كتير في الفرقة، بالتالي أنا شايف إن أوكلاند سيتي لازم يكون حريص جدا قدام الأهلي، والأهلي لازم يكون جريء، لأن المباراة دي مباراة عبور للأدوار التالية في البطولة. فأنا شايف كهربا يعني مكسب مهم جدا في هذا التوقيت من موسم، يعني الفترة دي دوري وافريقي وعالمي. تتفق مع الرؤية طبعا؟ اتفق، كهربا من اللعيبة المهمة جدا جدا. اعتقد مباراة سموحة كانت نقطة تحول بالنسبة لكهربا. كهربا جعان كورة زي ما انت قلت يا استاذ كريم، بقى له فترة طويلة جدا ما بين الشغل العالي اللي عمله كوتش سموحة طبعا، تحركاته في يعني تشعر ان كهربا في المباراتين دولت ان هو بيلعب بقى له فترة طويلة. بالزبط. المشاركات الرسمية مهمة جدا لأي لاعب، البعد عن الملعب، بعد عن المشاركات الرسمية ده بتأثر بشكل سلبي جدا جدا على أداء اي لاعب طبيعي. ولكن كهربا قدر يتعامل مع المباراتين بشكل جدي جدا، مركز قوي،
جعان كوره، عاوز يعمل حاجه للنادي الاهلي، عاوز حاجه يعمل حاجه لنفسه. اكيد حلمه برضو ان هو ينضم للمنتخب خلال الفتره اللي جايه، فكان عنده رغبه كبيره جدا يحقق حاجه ويقول فعلا انا موجود رغم غيابي فتره طويله. خلينا نقول من ابرز المكاسب المباراه محمد شريف. محمد شريف يمكن المباراه، هذه المباراه قعدت الثقه له بشكل كبير جدا، كنا محتاجينه جدا. المهاجم المهاجم اهداف، طول ما انت غايب عنك التوفيق في الاهداف، فبالتالي الامور بتبقى صعبه عليك، الجمهور بيحملك كتير جدا. مع احراز هدفين اعتقد محمد شريف هترجع له الثقه، والثقه مهمه جدا قبل بطوله مهمه جدا جدا كاس العالم. خلينا نقول الاهلي خرج من هذه المباراه بمكاسب عديده، خاصه كمان نقول من ابرز مكاسبها اللي انت بتقابل منافس قوي اللي هو بينافس معاك على بطوله الدوري. فالفوز في هذه المباراة يعتبر النادي الأهلي بست نقاط مش بثلاثة بس، اللي انت بتخلي الفريق او الغريم التقليدي بالنسبة لك عند النقطة اللي هو موجود فيها قبل المباراة، وانت زدت ثلاث نقاط فبتفرق عنه معنويا. ثالثا اهم يعني، لا في مكاسب كتيرة جدا جدا، وزي ما قلت لك كده خالد عبد الفتاح لسه لاعب واعتمد عليه، او عجبني جدا كولر. يعني كولر قدر رغم الغيابات المؤثرة داخل النادي الأهلي وخاصة في قلب الدفاع، ولكن احنا ما حسيناش ان في ولا شعرنا باي غياب بصراحه فعلا. يعني عمرو السوليه أو أو أو, او 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 الناس اللي مش موجوده في المركز الاساسي بتاعها في قلب الدفاع، وتلعب بخالد عبد الفتاح وتعمل تغييراتك كلها تبقى مؤثره، لا دي مكاسب عديده للنادي الاهلي، وكان الاهلي محتاج لهذا الفوز بشكل كبير جدا. وبقى النادي الاهلي كمان دلوقتي هو اكثر الفرق احرازا للاهداف واقل الفرق هزا للشباك، يعني دلوقتي انت عندك مكاسب عديده، اتمنى النادي الاهلي بقى يستغلها في كاس العالم للانديه. هي دي بقى النقطه، دي النقطه دي مهمه جدا. هنخش على كاس العالم، بس قبل ما اخش على كاس العالم للانديه ابتدي مفروض كده احسب يعني نقاط القوه اللي عندي والضعف. نقاط القوه احنا يمكن ذكرناها دلوقتي كلها، الاستعدادات الجيد، الروح المعنويه المرتفعه، فكره هنا التناغم ما بين اللعيبه، الثقه اللي عادت مره ثانيه، وحاجات كتيره جدا. على الصعيد الثاني لو هتكلم مع حضراتكم تقولوا لنا ايه نقاط الضعف اللي المفروض نشتغل عليها من دلوقتي، اللي البعض ذكر منها مثلا الفينال او اللي هي الفرص الضايعه، او ان انا بلعب حلو قوي وتمريراتي رائعه وتقول اسيست جميل واجي في اخر نقطه ما بحققش الهدف. فدي كانت مشكله الاهلي بيعاني منها فتره، ويمكن عانى منها الموسم اللي فات بشكل كبير. نخش على كاس العالم للانديه اللي هو ليفل تاني بقى خالص من الكوره، واللي اكيد فيه يعني صعوبه اشد وتركيز مفروض يبقى متطلب اكتر. هل احنا النقطه دي داخلين بكام في الميه نقدر نقول متخطينها عن مثلا المره اللي فاتت او البطوله الاخيره؟ لا بنسبه كبيره، بنسبه 70% او 80%. واضح ده على النادي الاهلي افضل من المواسم السابقه. النادي الاهلي فايق، النادي الاهلي عنده رغبه كبيره جدا. اعتقد يمكن كان نقاط الضعف في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كثره اضاعه الفرص، يمكن المهاجمين بالزبط. حتى مهاجمين النادي الاهلي لو بصينا الفتره اللي فاتت دي مفيش هز للشباك، مش حتى كولر ألف اكتر من مؤتمر صحفي قال انا عنده مشكله في ناحيه الهجوم، قالها اكتر من مره. فبالتالي محمد الشريف عودته دي هتبقى مهمه جدا للنادي الاهلي، واعتقد مع تالق كهربا ده هيدي هيخلق منافسه ما بين المهاجمين. يعني خلينا حتى يعني، وفي حاجه عجبتني ما كهربا وهو خارج كده وقال لمحمد الشريف قال انت هتجيب جون، وده بيأكد ان اللعيبه بتحب بعضها وتقرب من، وده مهم جدا ان المدير الفني يقدر يسيطر على غرفه الملابس بتاعه اللعيبه، انه يقدر يسيطر على اللعيبه، يقدر يحببهم حتى لو ما بيشاركوش بشكل اساسي. شايفين محمد شريف ما كانش بيشارك بشكل اساسي، نزل وجاب جونين وفي وقت صعب جدا. وخلي بالك كمان استاذ رامي، يعني الجونين اللي جابهم يعني بعد فتره طويله من الكلام اللي نهاوند كانت بتتكلم فيه، فكره ان احنا بنشتكي بقالنا فتره، ويمكن كانت شكوى شبه ثابته معانا الموسم اللي فات بالذات. فعلا زي ما كنت بتقولي يا نهاوند، فكره ان انت بتلعبي كويس وبتمرري وبتعملي اسيستات وبتوصلي، لكن في الاخر اللمسه الاخيره ما بتخليكيش تسجلي هدف. الهدفين اللي جابهم محمد شريف ومن لمسه واحده ترجعنا بقى تاني للمعتاد من لعيبه النادي الاهلي ومن خط الهجوم بصفه خاصه. وكمان يا استاذ كريم، لما يبقى عندك مهاجم بيحرز اهداف ده بيخلق منافسه ما بين كل المهاجمين، يعني بعيد عن النظر لكل متراجع، فبينزل المباراه ما بيهدفش، فبالتالي زميله المنافس ما بيهدفش، ودي بتعمل لك ازمه كبيره جدا. ولكن مع تالق محمد شريف اعتقد وكهربا موجوده هيدي قوه كبيره جدا لنقطه الضعف اللي كانت بيعاني منها الفتره النادي الاهلي الفتره الاخيره. يمكن برضو خلينا نقول الظهير الايمن كان عندك مشكله برضو، اكرم توفيق وكريم فؤاد، ولكن قدر النادي الاهلي برضه انه يتعامل في 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 المعطيات اللي بالنسبه له، ان يقدر يعيش اللعيبه كلها. اعتقد معظم لعيبه النادي الاهلي او كل لعيبه النادي الاهلي اللي شاركوا في مباراه القمه يستحقوا فعلا الاشاده،
كلهم كانوا عند حسن ظن كولر، كلهم قدوا مستوى رائع. واعتقد كمان كان مهم جدا جدا الشناوي، يمكن النقطه القوه كانت بالنادي الزمالك في عرضياته، يعني دايما بين العرضيات معظم اهداف نادي الزمالك الفتره الاخيره دي من العرضيات، وعندهم حسام عبد المجيد بيتالق بيبقى محمد عبد الغني، عندهم مجموعه، عندهم الجزيري، عندهم الحته دي مميزه قوي في احراز الاهداف بالهيدر في الكرات العاليه. الشناوي والخط الدفاع قدر يتعاملوا في هذه المباراه مع الكرات العرضيه الخطره او اللي بتمثل خطوره نادي الزمالك. كاس العالم للانديه يعني ما فيهوش ما يستحملش خطا واحد. انت بتلعب بكاس يعني زي ولا هي نقطة ولا لا خالص، انت بتقابل فرق فايقه عاوزه تحقق حاجه. انت تاريخك طويل، وصلت لكاس العالم للانديه 7 مرات، احرزت برونزيه كاس العالم 3 مرات، فانت عندك لعيبه عندها خبرات كبيره جدا سواء في المنتخب او مع النادي الاهلي، اعتقد هيبقى لهم بصمه كبيره جدا. ولكن مباراه البنك الاهلي مهمه جدا جدا بعد نشوه الفوز على الزمالك، لازم النادي الاهلي يكون مركز في مباراه البنك الاهلي، هتبقى مهمه بالنسبه له. هنتكلم في مباراه البنك الاهلي، بس بما ان احنا لسه دلوقتي في كاس العالم للانديه بقى، واستاذ سامي بتحكي لنا انك شاركت كتير في يعني مع النادي الاهلي في بطولاته المختلفه في كاس العالم للانديه، خليني اعرف من حضرتك كمان كواليس البطولات القديمه والمختلفه، وايه اللي بيحصل وجاهزيتنا هذه السنه او هذا الموسم، يعني برضو من واقع الخبره بتاعت حضرتك اللي فاتت. أنا أتذكر واقعة معينة مع منو والجزيه بعد المشاركة الأولى. خرجنا من الدور الأول، فوقع مع الصحفيين وكان عدد كبير جدا موجودين، قال لهم أنا المسؤول عن الخروج المبكر ده، لأن ما اديتهمش الشحنة المعنوية الكافية، داخلين مجال عالمي، فلازم يكونوا بريبيرد او مستعدين بشكل مستعدين كبير. وده دور فعل المدير الفني اللي عليه هو اعترف ان هم ما ادوهمش الشحنه دي، وبالتالي الاهلي في الجوله الثانيه فاز بالبرونزيه. فلما مانو جوزيه يعيش اللحظه يكون صادق مع نفسه الى هذا الحد، فلازم اللعيبه تكون كمان عندها دافع ان هي تساعد في الفرقه. وده اللي انا بقوله، حاله الفرقه الاهلي الان على ارض الواقع ايجابيه جدا، بس المستوى في مونديال الانديه مش سهل خالص. اكيد طبعا، زي ما قال رامي، فرص اللي بتضيع كتير جدا، حرام حرام، لازم يكون في تركيز اعلى ومسؤوليه عند كل لعيب، يعني مش عايز اقول امثله عشان ما ازعلش الناس، مسؤوليه عند كل لاعب انه هو قدام ملايين من الجماهير يسعدها او يحزنها، فلازم اللاعب وهو بيتعامل مع اللمسه الاخيره يكون تركيزه عالي. طيب سؤالي برضو حضرتك يا استاذ سامي، تعال قارن لنا دلوقتي وضع النادي الاهلي مع المشاركه هذا العام بمشاركات قبل كده. انا بتكلم في الظروف الخاصه بالنتائج بتاعته واستعدادات اللعيبه وكاداره فنيه، ومش هتكلم عن قصه التشجيع لان الجماهير دي الحاجه الوحيده اللي ثابته، دايما في ظهرك، دايما موجودين، دايما بيساندوك، فده مفروغ منه. بس النقاط اللي انا ذكرتها مقارنه باي سنه حضرتك كنت مع النادي الاهلي وشفت البطوله وحضرتها، وضعيتنا وجاهزيتنا هذا العام افضل؟ أتفق معاك ان الجماهير موجوده دايما بالظبط، حتى اللي مش مصريين في عشاق الاهلي كتير في كل مكان بالظبط. ف يعني الظروف يعني انا شايفها مختلفه من عده نواحي. المواهب الكرويه اللي كانت موجوده في الاهلي اقل من السابق، المواهب اقل من السابق، اقل من يعني الموهبه هذا العام اقل من المواهب اللي شاركت قبل كده، دي نقطه مهمه جدا. دي رايي. تمام، فبالتالي انما التكتيك اعلى والفهم الميداني في الملعب اعلى، فده بيختلف
اختلف كلي يعني. انا مش كره لعبه جماعيه، وبالتالي يعني المهم جدا ان انا ادور الكره مظبوط عشان اوصل لمرمى الخصم، وفي نفس الوقت حمايه لمرمايه. اكيد ده الحته دي اعلى بكثير في الوقت الحالي على السابق. كان في السابق بركات ووائل جمعه اسماء يعني جامده قوي. احنا فهمنا يعني حضرتك بتتكلم على كواليتي اللعيبه يعني. في ازمنه سابقه كانت مختلفه شويه عن الكواليتي الحاليه. كان موجود يعني مهارات خلص. مطلوب دلوقتي ان اداء جماعي ايجابي جدا كويس. وماتش الاهلي والزمالك كان عنوان الاهلي اكيد. صح. طيب انت تتفق يا استاذ رامي مع الرؤيه دي للاستاذ سامي ولا عندك اتفق ان كان فعلا لا 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 اتفق هو كمان سامي. لازم برضو ناخد في الحسبان اكيد لكل مقام المقال وكل مباراه بيبقى لها حسابات وكل فتره طبقا لنوع المنافس. صح. واحنا طبعا لما بنيجي نتكلم على كاس العالم للانديه فاحنا بنتكلم على نوعيه مختلفه تماما من المنافسين. تعتقد يعني وده برضو سؤال اضافي، هل تعتقد ان هنشوف نفس الاداء ونفس طريقه اللعب ونفس التشكيل اللي احنا شفناها في النادي الاهلي اخر ماتشين ثلاثه، ولا الوضع هيختلف طبقا لاختلاف المنافس؟ هو طبعا بالنسبه للتشكيله الاساسيه دي بترجع للكولر. كولر اكيد بيذاكر اوكلاند سيتي دلوقتي، طبعا خلينا نقول ما بيفكرش في هيلعب مين بعد كده وهيقابل مين في الدور قبل النهائي سواء طبعا ريال مدريد. بناخدها خطوه خطوه تمام. أيوه. هو المدير الفني ما بيركزش في اي حاجه الا مباراه مباراه، بيشوف نقاط القوه والضعف ومين اللي يقدر اللعيبه، ولكن هو عنده تشكيله اساسيه دلوقتي يعني بعد فوز النادي الاهلي على الزمالك والنتائج الطيبه الفتره الاخيره. هو بيحاول يعني شفنا تغييرات كتير، كولر قعد فتره كبيره في الدوري ممكن تلاقي 3 4 لعيبه في تغييرات في في اللعيبه في التشكيله الاساسيه الاهلي، واحد لعيب ما بيلعبش بشكل اساسي يلعب المباراه اللي بعدها اساسي. هو كان بياخد فكره عامه عن كل اللاعبين، محتاج لعيبه فعلا ما في اطار برضو التجهيز والاستعداد لحاجات كتير لمباراه الدوري او مباراه كاس مصر. انت لازم اي فريق كبير يا استاذ كريم لازم دكه البدلاء بالنسبه له تبقى زي الفريق الاساسي. طبعا خاصه يعني لازم. مباراه زي دي انت في مباراه الاهلي والزمالك دي انت خسرت مثلا مجموعه من اللاعبين سواء ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، متولي، مجموعه مهمه وكانوا السولية مجموعه مهمه جدا طبعا. جدا وكنت بتعتمد عليهم بشكل اساسي. لو ما عندكش دكه بدلاء قويه ما تقدرش تفوز على فريق كبير زي نادي الزمالك. ولكن هو في الاخر ولو فزت ما تحققش فوز عريض النتيجه الكبيره دي طبعا. اكيد انت بتقابل فريق كبير نادي الزمالك سواء كان حتى متراجع فنيا الفتره الاخيره، ولكن يبقى نادي الزمالك واحد من اهم الفرق اللي موجوده في مصر. طبعا. فبالتالي هو في الاخر هيعتمد على قوام اساسي بالنسبه له، ربما هيحصل بعض التغييرات في مركز او مركزين حسب متطلبات المباراه، ولكن خلينا نقول اتفقنا ما فيش خلاف على محمد الشناوي في حراسه المرمى، ما فيش خلاف على قلب الدفاع في حاله رجوع محمد متولي، في رامي ربيعه، في مجموعه كويسه، معلول في ناحيه الشمال، قفشه، كهربا، لا عندك مجموعه هتعتمد على حسين الشحات، عندك مجموعه عمرو السوليه بقى حمدي فتحي اليو ديانج اللي بيقدم مستويات اكثر من رائعه. حمدي فتحي كمان عمل شغل حلو قوي. لا يعني اعتقد مفتاح الفوز في هذه المباراه حمدي فتحي واليو ديانج، يعني قدموا مستوى اكثر من رائع في هذه المباراه. فبالتالي انت عندك مجموعه اساسيه هتعتمد عليها. في تغيير بقى في مركز، في تغيير في مركزين، اكيد ده كلها حسب متطلبات المباراه، والمباراه هتبقى صعبه، مفيش مباراه صعبه يعني زي كاس العالم. بتروح كنا حلمنا كده ان احنا كمنتخب نشارك في كاس العالم من اقوى المنتخبات بتقابلها، ما فيش الغلطه في فوره زي ما بيقول. صحيح. فبالتالي من اول دقيقه مش محتاجه اي غلطه، محتاجه اللي انت وهي بتيجي خطوه خطوه. لو ربنا كرمك وفزت على اوكلاند سيتي اعتقد النادي الاهلي لما بيفوز في اول مباراه بيبقى طريقه سهل، المعنويات بتاع اللعيبه بترتفع. انت حصلت على 3 ميداليات برونزيه، امنياتنا بقى ان يعني توصل للنهائي وتحقق احد المركزين. والله من بقك لباب السماء يا استاذ رامي. ان شاء الله ربنا. والنادي الاهلي كبير وعنده خبرات كبيره. طب. وعندك لعيبه كبيره عندها خبرات. نروح للبنك الاهلي. البنك الاهلي لو بصينا برضو في الاخر كام مباراه ليه، هو كان مع الاتحاد وكان مع الداخليه يوم 11 تقريبا و19، وعنده بكره مع النادي الاهلي ومباراه اعتقد هتبقى مهمه جدا. طيب لو انا جيت برضو حللت اداء البنك الاهلي في الفترات او الماتشات الاخيره او الماتشين اللي انا ذكرتهم دول، بتشوفوا الاداء مثلا لو هنقول كام من 10 مع البنك الاهلي، استعداداتهم كمان فنياتهم بغض النظر ان هم هينزلوا قصاد النادي الاهلي مختلفين، اداء هنلاقيه مضاعف وحاجات زي كده واصرار
غيره، لكن سو فار زي ما بيتقال ترتيبه تقريبا من 15 دلوقتي، يعني متراجع بشكل كبير، كان ليه مواسم قبل كده افضل. بس لو هنبتدي نحلل شويه اداء البنك الاهلي حتى هذه اللحظه في الدوري، نحلله ازاي؟ البنك الاهلي متراجع في مستواه هذا الموسم بشكل ملحوظ جدا. غير الكابتن خالد جلال بدا الموسم معاه، رغم ان النادي البنك الاهلي ابرم مجموعه من الصفقات المهمه جدا جدا، وعنده مجموعه كمان. محمد هلال عنده مجموعه، وعنده محمد ابو جبل عنده مجموعه مهمه جدا جدا، في عنده ناصر منسي، عنده مجموعه لعيبه من اهم اللعيبه اللي موجوده. ولكن في سوء توفيق حالي في البنك الاهلي في الفتره الاخيره، عنده لعيبه مهمه ولكن النتائج متراجعه بشكل كبير جدا. تغيير مدربين اكتر من مدير فني خلال خالد جلال، وبعد كده الكابتن حلمي طولان، وبعد كده مدير فني كان المدرب المساعد، فبالتالي الامور صعبه جدا جدا على البنك الاهلي. ولكن لو قلنا على عناصر البنك الاهلي، عناصر مهمه جدا جدا جدا، ودي بتديك حافز قوي ان البنك الاهلي الفتره الاخيره متراجع. مع نشوه النادي الاهلي المباراه مش هتبقى سهله على النادي الاهلي خالص، يعني خلينا نقول النادي الاهلي متفوق في الفتره الاخيره مع كولر، ولكن البنك الاهلي هينزل المباراه ديت وعنده حافز كبير جدا ان يحقق او يخطف نقطه من النادي الاهلي ويحقق الفوز، فبالتالي المباراه هتكون صعبه جدا جدا، وخاصه كمان المدير الفني الكوف اللي يقدر ينسي الفرقه خلاص مباراه الزمالك نشوه الفوز مباراه الزمالك. لو انت لعيبه او مدرب ما تقدرش تخرج لعيبتك بقى خلاص الصفحه دي واتقفلت، كده كده لعيبه النادي الاهلي الخبرات بالذات ان هم خلاص صفحه واتقفلت وببدا اركز. مهم جدا جدا النادي الاهلي ان يحقق نتيجه ايجابيه في هذه المباراه قبل كاس العالم، هتفرق معاه جدا. ولكن من وجهه نظري الفكره بتاعت، ودي وانا هنا مش بتكلم على النادي الاهلي، يمكن استشهد بس بالانتصارات المتتاليه والاداء الرائع اللي شفناه في اكتر من ماتش ورا بعض، لكن انا هنا يعني نطلع بره النادي الاهلي، انا بكلمك على الفكره العامه او المبدا. ساعات كتير يا استاذ سامي بيبقى في مثلا فريق عمل ماتش حلو وبعد منه ماتش حلو وبعد منه ماتش احلى مع منافسين اقوياء، يجي في الماتش الرابع او في الماتش الخامس مع منافس اقل نسبيا في المستوى، مش عايز اقول اقل كتير كمان، لكن ما تفهمش بتلاقي عكوسات حصلت. بيحصل ليه الكلام ده؟ دي مسؤوليه اللاعبين في الدرجه الاولى. يعني مهم جدا بعد التميز اللي حصل اللي فات مع فرقه الاهلي ان انا اكون عندي نفس التميز الماتش الجاي. هو يبان سهل بس هو مش سهل. ليه؟ لانه انت عندك ضغوط بطوله العالم الانديه في ذهن اللاعبين، حتى لو هم شالوها مدرب قال ما لكمش دعوه، بس هم في ذهن اللاعبين. ف البنك الاهلي موقف صعب، هيقفل لك الملعب ويدور على العكسيه والمرتده، فيعني الفرص المتاحه في هذا الماتش حسب تصوري هتبقى قليله، بس لازم استغلها استغلال ايجابي جدا وبعيد عن الفن الزياده والاستعراض الزياده والثقه الزياده. طبعا بتحصل كتير، هو التكييف عالي على فكره. احنا انا قاعده بردانه جدا، انا كنت تلاوبيا يا فندم، فالكحه دي هتلاقيها جات لك مننا عادي يعني، احنا اسفين والله. بس فعلا على كل حال يعني الوقت خلص، بس لو حضرتك عندك ملحوظه اخيره طبعا اتفضل يا استاذ. لا بس مهم جدا اللعيبه تحس بمسؤوليتها في المباراه. صح صح، مهم جدا، مسؤوليه اساس اي شيء. صح، اكثر من المدرب نفسه، عشان بعد كده اركب الطياره على المغرب. بالظبط، لازم يكون يعني رصدهم ايجابي جدا ان شاء الله. ان شاء الله كلنا نستمتع بكره بماتش قوي، ونشوف من خلاله اداء حلو ونتيجه حلوه كمان ترضي كل الاهلاويه في كل مكان. احنا بنشكر حضراتكم على وجودكم معانا، نورتونا، شكرا جزيلا. نورتنا يا استاذ سامي، ربنا يدي حضرتك الصحه بجد، بتنورنا كل مره. استاذ رامي كالعاده متالق، شكرا بجد والله، نورتونا. سعيد نكون موجود معاكم، ونشوفكم ان شاء الله في تحليل اخر، ونبارك لبعض دايما. احنا بنتفائل باستاذ سامي كمان بيكون معانا تاني مره في ماتش او تاني يوم، يعني بنفوز الحمد لله حتى هذه اللحظه يعني. ان شاء الله. بنشكر حضراتكم، هنروح فاصل ونرجع نستكمل فقراتنا مع حضراتكم.